عشان نعمل النجمة دي هنحتاج أي خيوط بواقي وإبرة مناسبة ومقص طبعا وإبرة التشطيب. طيب هنبتدي أول حاجة إن احنا هنعمل ماجيك لوب، وهنعمل جواها 15 دبل كروشيه. أول فه ونعمل أول دبل كروشيه هنا، ادي اتنين، عملت كده 15 دبل كروشيه زائد الاتنين سلسلة اللي انا طلعت بيهم. هقفل الماجيك لوب وبعدين هقفل الدور ده او الراوند وان ده، ارتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هسيب السلسلة الاولانية وهدخل في التانية هعمل سنجل كروشيه، سنجل كروشيه، وفي اللي بعديها هعمل هاف دبل كروشيه في تاني سلسلة، باخد لفة وبدخل في تاني واحدة، يعني نص عمود بقى عندي 3 لفات، باخد لفة واطلع بيهم كلهم. بعد كده هعمل عمود، هاخد لفة وادخل في السلسلة التالتة واخد عمود، وبعدين اخر سلسلة هعمل فيها عمود بلفتين، ادي 1 2، هدخل هنا في الاخر واعمل العمود بلفتين، ادي 1 2، ادي 3. خلصنا كده، هسيب سلسلتين، ادي اول سلسلة وادي تاني سلسلة، وهدخل في التالتة هعمل سليب ستيتش. كذا هفضل اكرر لغاية لما بيبقى عندي 5 فروع. عملت كده 4 حتت من النجمة، خامس واحدة هرتفع 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. نفس الفكرة، هعمل سنجل كروشيه، هاف دبل كروشيه، دبل كروشيه، وبعدين ترابل كروشيه في اخر واحدة. هجيب السلسلتين الاخرانيين دول وهدخل في اول واحدة احنا اشتغلنا فيها وهعمل سليب ستيتش. هنا كده هعمل سلسلة كمان وهقفل، هقطع النجوم اللي احنا عملناها كده ونثبتها بدبابيس.